بقى عندنا سؤال اللي هو كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد؟ رقم بسيط يعني. أنا على فكرة أنا ريالي المفروض. يعني هم ريالي. بس معناه. مقهور من رونالدو راح اليوفنتوس بعدين مانشستر. خرب الفريق خرب. انتهى. راحت كل. كان يحسم. هو وذاك الثاني. زين خرب خربت السالفة. ها ما تعرف إيش قد مسجل أهداف؟ زين عدد لي 5 لاعبين من ريال مدريد. راح جروس. لا مو ما أعرف هو. عندنا الجولشي اللي طلع كاسياس ايه؟ وعندنا الاسمر هسه شو اسمه ماكاليلي لا الاسمر هسه اللي هو مهاجم واشتغل وسط ومهاجم مارسيلو لا مارسيلو الكبير هذا المدافع هو موجود مهاجم ايه؟ منه ماريانو لا ياهو منهم وسط اعتقد هو يلعب كاسيميرو الطويل هسه هو دائما يجيب اهداف هسه بنزيمة واحد بنزيمة لا الأسمر ما أعرف شو اسمه والله شو اسمه بس متابع الآن جيد بس اسمه جارث بيل منو جارث بيل هذا جارث بيل أيضا لاعب مهم وإن كان أكثر لاعب تحبه ريال مدريد طبعا رونالدو رونالدو عنده 450 هدف ورقم قياسي وتريد أعرف أنا قد عنده أهداف أكثر من مبارياته يعني هو الشيء الصدفة انه لاعب عنده اهداف اكثر من اللعبات اللي لعبهن وهي رقم قياسي متفرد.